جهود دبلوماسية دولية وإقليمية للبحث عن حل للأزمة اليمنية. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يقوم بزيارة إلى السعودية ويجري لقاءات تصب في ذات الإطار، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث ملفات عدة أبرزها الشأن اليمني. كيري سيلتقي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال مسؤول أمريكي إن كيري سيطرح مقترحات تتعلق بإنهاء الصراع في اليمن واستئناف محادثات السلام. المبعوث الأممي قال إن المشاورات اليمنية التي انعقدت في الكويت ليست فاشلة، مؤكدا دعم دول مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى حل شامل لهذه القضية، وأشار إلى أن الحل يجب أن يكون ضمن تنفيذ المرجعيات التي يوافق عليها الجميع. ميدانيا، شهدت العاصمة صنعاء غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، أبرزها معسكر الفرقة الأولى مدرع ومعسكر الصيانة ومواقع في محيط صنعاء منها ضلاع همدان. على الحدود اليمنية السعودية قتل وجرح العشرات من الميليشيات عندما تصدت لهم القوات السعودية قبالة جازان. وفي تعز تجددت المعارك في منطقة الأحكوم جنوب المدينة وتركزت في الدلة الحمراء والخضراء مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين.